تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين آمين. أشكر الأخ ساهر على تصوير هذه العروض القصيرة ووضعها على الشبكة العنقودية على اليوتيوب على الفيسبوك. أشكر الأخ أنطون أبو كميل الذي يرسل إلينا، لا أريد أن أقول ما هب ودب، ولكن يرسل إلينا الكثير من العروض الصغيرة على الفيديو اليوتيوب حتى نرد عليها قدر الإمكان، ونطلب من الله أن يوفقنا لكي دائما نستمر في أن نشهد للحق وللحق كله. العنوان ممكن أن يسمى أيضا سفر الملوك الأول، سفر الملوك الأول ويوحنا فصل 6، يوحنا فصل 6 وسفر الملوك الأول. في الطقس اللاتيني نقرأ في الأحد 19 من السنة الليتورجية ب، أولا القراءة عن سفر الملوك الأول الذي هو في اليونانية سفر الملوك الثالث، عن مارياس النبي إيليا الذي شعر بالتعب خصوصا وهو في الصحراء، التعب من ملاحقة إيزابيل الظالمة له. طبعا نحن كبشر نتعب ولا نستطيع أن نتحمل الكثير، وفعلا قال إلي النبي يا رب حسبي، يعني كفاني، خذ روحي، تمنى لنفسه الموت لأني لست خيرا من آبائي. ونذكر الشاعر زهير ابن أبي سلمى: فأمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته وأنا لم تصب يعمر فيهرب. إذن السأم، الضجر، الملل، إذن التعب، السأم، الضجر، العرب الدارج الزهق، البشر زهقانين خصوصا بالصيف بهالشوب بهالحر في شبه الجزيرة العربية أو في محلات أخرى، كما كتب الروائي الفرنسي الشهير جورج برنانوس في كتابه عن يوميات كاهن رعية في منطقة ريفية، جورنال دان كوري دو كومباني، جورنال دان كوري دو كومباني: ما باروس كوم توت لي زوت باروس اللي ديفوري بار لانوي، إن رعيتي مثل باقي الرعايا الأخرى، إن السأم والضجر يلتهمانها، الناس زهقانين تعبانين، هنالك فراغ، فراغ في الفكر وأحيانا فراغ في العاطفة، فبصيروا يحكوا على بعض. ليش؟ لأنه في فراغ. يعني في فراغ لأنه ما فيش إشي، هنالك معلومات قليلة في الفكر ومشاعر قليلة في القلب، بصيروا ينتقدوا، بصيروا يعملوا مشاكل، عقد، بعقدوا الأمور. ليش؟ لأنه ما فيش إشي في الداخل، ما فيش جوهر، فلما ما فيش جوهر بتمسكوا بالقشور. سئمت تكاليف الحياة ومن يعش. الجواب على هذا السأم والضجر والتعب نجده أولا في الرسالة، رسالة مار بولس القراءة الثانية: سامحوا بعضكم بعضا، البسوا المحبة التي هي رباط الكمال، البسوا كمختاري الله المحبوبين أحشاء الرحمة والتواضع واللطف والتواضع، سيروا في المحبة كما أحبنا المسيح وبذل نفسه لأجلنا. الجواب الأكمل نجده على لسان السيد المسيح مرة أخرى في إنجيل يوحنا الفصل 6، حيث يستشهد السيد المسيح بنبوة أشعيا: سيكونون جميعهم تلاميذ الله، سيكونون جميعهم تلاميذ الرب، لنكونن تلاميذ الرب. تلاميذ يعني شيئين: أتباع
نتبع الرب، نسير سيرة الرب كما قال لنا مار بولس، سيروا كأبناء الله القديسين المحبوبين، سيروا في المحبة كما أحبنا المسيح. إذن نكون تلاميذ المسيح. التلميذ ليس فقط طالبا يدرس ويتعلم ويحفظ ويقدم امتحانات. إذن أولا نسير سيرة المسيح، نتعلم في حياتنا أن نعيش مثل المسيح. اقتدوا بي، مار بولس قالها مرتين خصوصا في كورنثوس الأولى فصل 11 آية 1، اقتدوا في بي كما اقتدي أنا بالمسيح. وهو يردد كصدى كلام السيد له المجد، إني بعد أن غسل أرجل تلاميذه قال السيد له المجد: إني تركت لكم، جعلت لكم في نفسي قدوة، أي أسوة، أي مثالا، أي نموذجا. إذن نسير في نهاية هذا اللقاء، نقول نصير تلاميذ المسيح بمشاعرنا بتصرفاتنا كما ورد في الرسالة إلى أهل فيليب فصل 2 آية 4 وتابع: ليكن فيكم من الأفكار والأخلاق ما في المسيح يسوع، تخلقوا بخلق المسيح. وثانيا أن نتعلم المعلومات، المعلومات من الإنجيل المقدس، من التقليد الشريف، ومن حياة القديسين. نملأ عقولنا ونغذي قلوبنا بالإيمان والمعرفة والمحبة. المحبة رباط الكمال، وهذه هي الحياة الأبدية، أن نعرف الرب وكلمته التي أرسلها يسوع المسيح. باسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد الأحد، آمين.